للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت زينة منصور الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي. مساء الخير. مساء الخير أستاذة زينة. أستاذة زينة من بيروت. مساء الخير. مساء الخير الأستاذة زينة. أستاذة زينة منصور الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. الحقيقة أن المسودة المعدلة الميزانية 2024 في إسرائيل بتتوقع أن العجز يصل إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي. برأي حضرتك هل إسرائيل تتحمل هذه التكلفة؟ حقيقة ميزانية العام 2024 هي ميزانية حرب، وهي تنم عن أن الكيان الإسرائيلي في حالة من التقشف، وكل الواردات وكل السياسات الاقتصادية تتجه لتمويل الآلة العسكرية وحالة الحرب والعسكرة التي تعيشها إسرائيل. هذه الميزانية بأرقامها تدل على أمور كثيرة، تدل على أن الأشهر الثلاثة المنصرمة من الحرب كلفت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة، برغم دعائم وعلامات القوة التي يتمتع بها هذا الاقتصاد المصنف من بين أقوى 35 اقتصاد عالميا، ولكنه من خلال هذه الموازنة التي بلغت قرابة 170 مليار دولار، وحجم النفقات وتقلص الواردات التي فيها نتيجة تأثر القطاعات الإنتاجية من صناعة السلاح والدواء وصناعة التكنولوجيا والسياحة والزراعة والخدمات والقطاعات الإنتاجية الأخرى من عقار وبناء وبنية تحتية، كلها انخفضت الواردات والإيرادات. وهذه الميزانية تدل على أن القطاعات الإنتاجية في إسرائيل مأزومة، وهي تأثرت سلبا بعد 100 يوم من الحرب. كل المؤشرات وحتى مئات من الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل وجهوا خطاب لحكومة نتنياهو طالبين منه إيقاف الحرب، لما لذلك من تداعيات وأثار سلبية وخسائر على القطاعات الإنتاجية في إسرائيل. هل من المتوقع أن أعضاء الحكومة هتوافق على خفض بعض البنود، وهذه البنود بتخص الإنفاق على المواطنين، هل من المتوقع أن يوافقوا على خفضها من أجل أنها يتم توجيهها إلى الحرب؟ يصعب الخيار ما بين التعويضات والمخصصات والمعونات والمساعدات الاجتماعية والإغاثية للمواطنين الإسرائيليين، وما بين خيار توجيه كافة الموارد والإيرادات لدعم الجيش الإسرائيلي وآلة الحرب العسكرية، لأن من ناحية هناك رأي عام غاضب وتضرر وتأذى جراء هذه الحرب، سواء المستوطنين قرابة 80 ألف مستوطن في الحدود الشمالية تركوا منازلهم، إلى جانب خسائر للشركات، مئات الشركات، مليون عامل في القطاع الاقتصادي في إسرائيل خسر وظائفه، هناك تراجع بنسب كبيرة في النمو، انكماش اقتصادي، بطالة بلغت 20%، 300 ألف من الجنود الاحتياط انسحبوا من القطاعات الانتاجية ومن الاقتصاد، وهم اليوم في الجيش الإسرائيلي يكبدون الحكومة مليار ونصف كنفقات مالية، وكبدوا الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة هذا الانسحاب مليار ونصف خسائر من القطاعات الإنتاجية. فإذا اليوم المقارنة بين وقف المعونات والمساعدات والتعويضات للقطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغيرة وللأفراد المتضررين، وما بين تمويل الجيش الإسرائيلي، خيار صعب، خصوصا أيضا أن الدعم المطلق الأمريكي لإسرائيل تحول من دعم مطلق إلى دعم محدد ومؤطر. فإذا الخيار صعب جدا ما بين إرضاء الرأي العام الإسرائيلي الغاضب وما بين تأمين المؤونة المالية والعسكرية للجيش الإسرائيلي ليستمر في عملياته العسكرية.
بالتأكيد يعني هذه الخسائر واضحة بشكل كبير جدا لكلا الجانبين. فننتقل إلى الجانب الآخر، إلى أي مدى بيعاني الاقتصاد الفلسطيني جراء تلك الحرب الغاشمة والعدوان الإسرائيلي؟ الاقتصاد الفلسطيني سواء أخذنا سيدة الكريمة قطاع غزة، وهو اقتصاد جزئي يعتمد بكافة موارده ومداخيله على يد عاملة تعمل في غلاف قطاع غزة في المستوطنات، يعتمد على المعونات التي تأتي من المؤسسات الأممية مثل الأونروا، إلى جانب الموظفين في القطاع العام في السلطة الفلسطينية في مراكزها في غزة. هذا الاقتصاد هو اقتصاد جزئي مدمر كليا، لا يمكن الحديث عنه لأنه مدمر بالكامل، كما غزة التي دمرت بنسبة 70 إلى 80% منها على مستوى البنية السكنية والبنية التحتية، هو اقتصاد مدمر أيضا بنسبة 80 و100%، ويعاني من 1.5 مليون نازح ومشرد لا سقف لهم، فنحن لا وأناس لا يملكون وجبة غذاء يوميا. فنحن لا يمكن الحديث في هذه الحالة عن أي اقتصاد إلا عن معونات إغاثية صحية طبية غذائية من أجل إعانة هؤلاء 1.5 مليون مشرد دون مأوى ومسكن. أما الاقتصاد في الضفة الغربية فهو حاله من حال ما يجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب أن هناك تدفقات مالية قد تأتي عبر الأردن نتيجة التحويلات من الخارج، وبعض القطاعات الحيوية المتصلة بالزراعة والقطاعات الخدماتية الإنتاجية. كما تفضلت حضرتك بالفعل هناك المعاناة الشديدة، أكثر من 90% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة توقفت عن العمل طبعا بسبب التدمير. وصف هذه المعاناة ورؤية حضرتك ليها؟ حقيقة هذا العدوان الوحشي الذي استمر لمدة، دخل شهره الرابع لمدة 100 يوم، يتنافى مع كافة القيم الإنسانية، وينبغي أن تتوجه كافة الجهود الدولية نحو حل سياسي وحل سلمي، وقف الحرب، هدنة إنسانية إغاثية، وقف إطلاق النار بجميع الأشكال، الوصول إلى تسوية عبر تبادل الرهائن والمحتجزين، تسوية سياسية لهذه الحرب التي تحولت إلى حرب فقط كافة المعايير والأسقف الإنسانية، ولا يمكن لأي إنسان أن يتحملها لأنها فعلا تحولت إلى حرب إبادة تجاوزت كافة أبجديات اللغة في القانون الدولي وفي المعايير الإنسانية. كيف تواجه السلطات الفلسطينية معدل الفقر في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص؟ ونقدر نقول ان ده يعني بيظهر بشكل واضح من قبل المعاناة اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها. نعم سيدتي الكريمة، فيما يتعلق بالمعاناة الإنسانية لا يمكن ربطها حاليا إلا بالمساعدات الخارجية التي تأتي من الدول الأوروبية ومن الدول العربية عبر مصر وعبر رفح تحديدا. هذه المساعدات هي التي تشكل شريان الحياة، ولربما هي غير كافية نتيجة هول الدمار وحجم المأساة وكثافة الكتلة السكانية المتضررة والمشردة. فإذا نحن اليوم لا يمكن أن نتحدث بمعايير علم الاقتصاد وبمعايير الأرقام، هذه مسألة باتت مسألة أخلاقية وإنسانية تستدعي تحرك الضمير العالمي وتستدعي تكثيف الجهود من أجل إيجاد حل وإيصال المساعدات إلى أن يصار إلى حل عادل وتسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين وسلام عادل وشامل كي تحيا هذه الشعوب بأمن وسلام واستقرار وازدهار. الأستاذة زينة منصور الأكاديمية والباحثة الاقتصادية من بيروت، شكرا جزيلا لك.